أفادت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، حيث جرى مناقشة آخر التطورات في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الترتيبات المتصلة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ومشاركة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي فيها. وفي بداية الاجتماع وجه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التحية والتهاني لأبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة العيد 51 لثورة 14 من أكتوبر، الامتداد الطبيعي لثورة 26 من سبتمبر عام 1962، والذي يحل على شعبنا في ظل ظروف بالغة الخطورة وتحديات كبيرة تواجه الوطن، معبرين عن الثقة بأن شعبنا المناضل الذي قدم التضحيات الغالية في سبيل الانتصار لإرادته في الثورة والتحرر والاستقلال والوحدة لن يتوانى عن مواصلة نضاله وتمسكه بأهداف الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثاني والعشرين من مايو التي ستظل شعلتها متكدة في نفوس كل اليمنيين. والوفاء لتضحية الشهداء الأبرار الذين أناروا تضحياتهم دروب العزة والمجد وستظل مهمة لكل الأجيال اليمنية عبر كل العصور، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته إلى جوار الأنبياء والصديقين. ووقف الاجتماع أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء، وأكد الاجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنية. كما وقف الاجتماع أمام التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها، وأكد على أهمية التسريع في إنجاز المهام المناطة للجان. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من أجل إنجاز المهام الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطرة ويكفل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. وعبرت اللجنة في الاجتماع عن مشاطرة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمن الدولي قلقهم حول ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في اليمن وما تفرضه من مناخات التوتر والقلق.